أردنية لم يمنح الشلل من رعاية ذوي الإعاقة. الأردنية وداد الحيوي لم يمنح شلل الأطفال من أن تقدم لذوي الإعاقة الدعم والتدريب وتصبح أيقونة للتحدي والمثابرة في بلادها. وداد البالغة من العمر 46 عاما استطاعت بنجاحها أن تكون ملاذاً ومقصداً لذوي الإعاقة ومفتاحاً لدمجهم في مجتمع تجاهلهم ولم ينظر إلى إمكانياتهم وقدراتهم. من مدينة الظليل التابعة لمحافظة الزرقاء انطلقت وداد لحصد ألقاب عربية ودولية من قبيل سفيرة السلام العالمي وملكة المسؤولية العالمية. المكانة التي وصلت إليها وداد دفعتها إلى تأسيس جمعية النافذة البيضاء عام 2011 لتبث عبرها الأمل في نفوس ذوي الإعاقة. تحكي وداد عن معاناتها مع الإعاقة أنها بدأت منذ أن كان عمرها عامين من جراء خطأ طبي أدى إلى إصابتها بشلل الأطفال، وكانت الانطلاقة الأولى لوداد حين نفذت إحدى المنظمات الدولية برنامجاً لتنمية قدرات ذوي الإعاقة للتدريب على تنمية القدرات والدمج والتمكين. وفي أثناء التدريب تفاجأت وداد بعدد من الأشخاص من ذوي الإعاقة بالمنطقة وتعرفت عليهم، فكان ذلك التدريب ممهدا لفكرتها بإنشاء جمعية يكون الهدف منها مساعدة الأشخاص ذوي الإعاقة على أن يكونوا فعالين بالمجتمع.